رعاية الأطفال وحفظ حقوقهم موضوع يحظى باهتمام خاص في الإمارات التي صادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، منها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وفي 15 من مارس من كل عام تحتفل البلاد بيوم الطفل الإماراتي. بهذه المناسبة لنتعرف على بعض من أحلام وطموحات الأطفال في الإمارات. معلمة عشان أعلم الناس. حلمي أني أكون جيش، أشتغل جيش لأحمي الوطن. أنا حلم حياتي أكون قاضي. أنا أبي أكون شرطي عشان أحرس دولات الإمارات العربية المتحدة. يوم أبا أكبر أصير رسامة. لما أكبر أبا أكون دكتورة. وحب أن أكون ما أكبر أكون عالم آثار، لأني أحب استكشاف وأحب المغامرات وأحب استكشاف وأحفر وهالأشياء. يوم أكبر أبى أستوي دكتورة أعالج الأطفال